كجمعيات، كحكومة، كهيئات رقابية، كمؤسسات دولة، كأفراد. وكلنا نسعى إلى أن يصبح الوطن بتاعنا له قيمة وقدرة عالية على المستوى العالمي. دي قواعد لابد نتفق عليها. مبدأ الشراكة ده مش للنزهة أو للتنظر. ده أصبح فرض عين دلوقتي. الشراكة أصبحت فرض عين ما بين الجمعيات مع الحكومة ومع المؤسسات الأخرى. دي نمرة واحد مبدأ نتكلم عنه. العمل الإنساني لا يسيس على الإطلاق. مهما كان المناخ السياسي الخارجي. وتعلم من هذا من قضية أفغانستان. لكي لا نقع في الأخطاء مرة أخرى. دي نمرة اثنين. المعلومة اللي عندي ليست ملكي أو ملك الجمعية، ملك المجتمع. نتكلم عن information sharing. هيبني وطن يتيح المعلومة للجميع. النقطة الثالثة، أنا بتكلم على قواعد أساسية قبل ما نتكلم عن اللي هو اللي هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم كتير. يبقى الأساس إيه؟ إن المعلومة ملك المجتمع، ملك المواطن. من حق المواطن أن يراجع الجمعية وينتقدها ويطلب بإزاحة رئيس مجلس الإدارة أو مدير التنفيذ. هي ملكية المجتمع للجمعية. دي قاعدة نمرة ثلاثة. الشفافية أصبحت جزء أساسي. المال بيخش إزاي؟ المال بيصرف إزاي؟ المال بينفق فين؟ إن المال اللي في إيدي مال عام، ومال يتيم، ومال أرملة، ومال المسكين، ومال المريض. دي قواعد المراجعات الحسابية اللي نتكلم عنها. العمل الإنساني أحد القوى الناعمة الفاعلة والمؤثرة في العالم كله. قوة ناعمة. بمعنى يستطيع أن العمل الإنساني بتاعنا يدخل حيث لا يستطيع الآخرين أن يدخلوا. لا اقتصاديين ولا سياسيين ولا دبلوماسيين الآخر. فأنتم أصحاب رسالة خالدة في الدنيا والآخرة. تستطيع أن تنفذ بقوتكم الناعمة العمل الإنساني إلى أماكن ترفع قيمة وهيبة الدولة في المجتمعات الدولية. كقوة ناعمة تمنع الشفافية كمبدأ، نتكلم عن مبادئ يعني صعب إننا نناقشها. مش مؤمن بيها يبقى صعب نشتغل في العمل الإنساني. التكامل في البرامج وليس التنافس. نتنافس عشان نقطع على بعض مين يجمع أكتر ومين يخش الجامع ده وكذا، لا. التكامل بين بعضنا البعض كجمعيات أصبح فرض عين كذلك. نمرة ستة، التكامل ده فرض عين. وبناء برامج مشتركة مع بعض. بناء برامج مشتركة، أنا عايز أروح سوريا نقعد خمس ست جمعيات نعمل نفكر لسوريا. من وجهة نظر وطننا وإمكانياتنا مع بعض. عشان لا يتكرر العمل ولا تضيع الأموال وتهدر. التتابع في القيادات اللي هو الحوكمة الرشيدة. مش واحد يجي يقعد طول العمر. سواء كان مدير تنفيذي أو كان رئيس مجلس إدارة مهما كان. طول العمر بيؤدي إلى فساد الإدارة. دي النقطة الأخرى. دور الشباب والنساء في بناء المجتمع أو في بناء المؤسسة نفسها. لأن 70-80% من المستفيدين في المخيمات إيه؟ أطفال ونساء. ولما انا كنت بروح كان عندي لحيه، كان حلوه شويه بس يعني ايه مستخبيه هي إيه. كان النساء كانوا بيخافوا مني. يعني اللي هو بيكش والاطفال طبعا بيخاف، لكن لما بتروح اخت مع وجود الثوابت الشرعيه اللي بنتكلم عنها، فلابد الشرع هنا او الائمه او الفقهاء ييسروا سفر النساء لهذه الاماكن لكي يستطيعوا انه يخدموا ال 70-80% دول. لما نقعد مع واحدة سورية ولا واحدة صومالية ولا مش هتنفتح عليا زي ما تكون في أخت جاية من الجمعية وطالعة عشان تخدم. فدور المرأة ودور الشباب مهم جدا في بناء اللي هو الإيه العمل ده اللي هو قوة ناعمة. العالم كله بينظر للعمل الإنساني لأنه أصبح أغلب المناطق اللي بتشتغل فيها هي مناطق صراعات. مناطق صراعات معناها استخبارات وأمن بالدرجة الأولى. والقانون حوالها 100 مرة أو 1000 مرة أو 200 مرة، قانون العمل الإنساني في بريطانيا يتغير لقلة خبرة بعض المتطوعين في المؤسسات السورية اللي كانوا بيطلعوا اللي هي القوافل. فلقوا في أحد العربيات فيها 50,000 جنيه، تغير كل القانون. مش في بريطانيا فقط،
واوروبا كامله في امريكا، وحياه القانون عشان يؤثر علينا سلبا وليس ايجابا. العاطفيه في العمل الانساني جيده، بس لابد ان نتحكم فيها لكي نحولها الى شيء منتج، مش عاطفيه عشوائيه. دي نقطه انا بتكلم في الثوابت دلوقتي قبل ما نتكلم عن الموضوع بتاعنا. يعني لابد البرمجه عندنا، ميزانياتنا، هل عندنا ميزانيات لكل اداره مش للجمعيه فقط؟ يعني انا مثلا كرئيس مش انا كمدير تنفيذي بكل ميزانيه لا اتعداها في سفرياتي. انا كرئيس قسم بكل ميزانيه لا اتعداها في برنامجي. او مدير قطاع ميزانيه لا تكون ميزانيتي موجوده وموافق عليها من مجلس الاداره قبل يعني سنه بسنه يعني. لابد احنا لما بنبرمج نفسنا بنضع لكل قسم ميزانيه، عندنا ميزانيه؟ عندنا احتياط استراتيجي ولا ما عندناش؟ ولا كله استنى ما نعمل حمله والحمله دي بعد كده هجيب فلوس نصرف منها؟ ما ينفعش. لابد يكون عندنا احتياط استراتيجي نصرف منه. كيف نختار الموظفين بتوعنا؟ نقعد مع بعض في جلسة نقول ولا هات الأخ ده ولا الأخت دي، ولا بنعلن على الجرايد ونشوف إعلانات ونجيب ناس مختصين يكون على حسب وصف وظيفي محترم، وبعدين بعد كده نمكن هذا الموظف لكي ينتج. لأن في الآخر إحنا هنطلع منتج. يعني طرق اختيار الموظفين هل هي تلقائية أو هي مهنية؟ دي كل دي إيه؟ الواحد بيتكلم في الحاجات دي ثوابت لا نتناقش فيها. يعني ما نخش في تكبيرة الإحرام بعد كده نصلي، مش كده؟ ينفع نصلي من غير تكبيرة الإحرام؟ فدي زي تكبيرة الإحرام. الحاجات اللي بنتكلم عليها دي أصبح ارتباط العمل الإنساني والخوف من العمل الإنساني الإسلامي والإسلاموفوبيا والقوانين التي تحارب الإرهاب وتؤثر على العمل الإنساني أصبحت قاسم مشترك أعظم في كل أعمالنا. روح الصومال هتلاقيها موجوده، روح سوريا هتلاقيها موجوده، روح العراق هتلاقيها موجوده، روح كل ما. فلا بد ان نعلم كيف يرى العالم دورنا الدولي الانساني في هذه المنظومه. نحن لسنا بمعزل او في معزل عن الاخرين، فلا بد ان نعرف كيف يفكر العالم ايضا. اصبح العمليه انا طيب وكل حاجه بس ستبتي مش هتنفعني، لابد يكون عندي ايه المعلومه لكي استطيع ان اعمل خدمه. تاثير قوانين الارهاب على العمل الانساني اصبح معطله تحويل الاموال. كل هذه الاشياء مهمه ان الانسان يلم بها قبل ان نتحدث عن التكامل في دورنا مع مؤسسات الدوله. العمل في مناطق فيها جماعات ارهابيه دون ان اتاثر سلبا بالعمل هناك. كيف ان انفذ لاساعد الصوماليين اللي بيتحكم فيهم مجموعه ارهابيه معينه او في نيجيريا او في سوريا او في كذا او في كذا او في كذا في العراق الى اخره. خطابي الاعلامي هل هو انساني ولا سياسي؟ خطاب الاعلامي صورتي على الفيسبوك وتعليقي في التويتر هل هو انساني ولا سياسي؟ في اشياء كثيره جدا لابد ان نعملها كثوابت، لان احنا نعمل في عمل دولي يمثل دولتنا في الخارج وفي الداخل. الكلمه التي يقولها مسؤول يقول لك دي اصل ده راي الشخص، طالما اصبحت مسؤول ليس لك راي شخصي، انت ملك المجتمع. عايز تتكلم كراي شخصي تتنحى عن وظيفتك. عن وظيفتك مش حتى عن رئاستك لمجلس الاداره. حتى الموظف التابع لجمعيه لابد ان يحذر مما يكتب على الفيسبوك والتويتر واللي بيقول الحاجات الكتير اللي مش شايفه بيتكلموا عنها دي كلها. انا كان بنتي كانت راحت تشتغل في الامم المتحده، كنت عارفها اشتغلت معاك شويه في ليبيا. اول حاجه في المفوضيه بتاعت اللاجئين في مصر عنها لقيت الخروج مزهره ولا كل والفيسبوك بتاعك ما كانش ده ما تكتبش فيه حاجه اي سياسيه ولا التويتر تعمل تعليق. كان اصبح ايه اساسيات العمل في المنظمات. فلابد يكون احنا السياسات عندنا في الداخل ما هي سياستنا في السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي. لابد المؤسسه يكون عندها سياسه. ما هي سياستنا الماليه؟
ما هي سياستنا بالنسبه لتنفيذ المشاريع في الاماكن اللي فيها الصراعات اللي هي خاصه في التنظيمات الارهابيه. ما هي سياستنا لمواجهه الارهاب والتطرف الى اخره؟ ما هي سياستنا في توظيف الشباب والنساء؟ كل هذه اصبحت معايير واصبحت ثوابت في العمل الانساني الدولي. ونحن نمثل الوطن. ونريد لهذا الوطن ان يكون هو ازهى نقطه في العالم. يتحدث عنه العالم كله. نحن لا نمثل جمعيه ولا نمثل مانع. نحن نمثل الفقير الذي يستفيد من وطنه. فانا هنا ابن الوطن. سواء كان هذا الوطن قطر او مصر او سوريا او لبنان او اليمن او باكستان، فانا لما اطلع انا سفير وطني الانساني. فلا بد ان الم بكل هذه المعايير. فمش عايز اتكلم في معايير كتير جدا عشان ايه؟ اوقف كده نبتدي بقى نتكلم في الموضوع بتاعنا. بس دي ثوابت. اخواننا هذه الاشياء اصبحت ثوابت وليس مواضيع للتندر او الثقافه. العمل الإنساني أصبح حرفة ومهنة وتوجه ومغير للمجتمعات.